في مديرية المعلة بالعاصمة المؤقتة عدن، ولد يوسف عبد الكريم الذي فقد والده العائلة الوحيدة للأسرة، يجد نفسه وحيداً تحاصره الحاجة ومرض والدته وخاله الذي كان يرعاهم بعد وفاة أبيه. جاءت الفكرة من خالي. خالي كان مثلاً يصلح حاجة من كهربائيات أو ميكانيكي سيارات، كان يتعلم من هذه الحاجات، وأنا عندنا كان في الصف الأول في ضوضاء، وكان عمري 3 سنوات، كنت أحاول أصنع هذه الألعاب. تقول الكثير من الشواهد إن يوسف لم يستسلم للوضع الصعب الذي أرغمته الظروف عليه، وحاول صناعة ألعاب من المخلفات التالفة وبيعها بمبالغ زهيدة ليوفر قوت يومه له ولعائلته، متناسياً صغر سنه واحتياجه للعب كبقية أقرانه. كانت يعني الظروف حقنا المادية يعني صعبة، بدأت أجت لي فكرة إن أنا أصلح هذه الألعاب وأبيعها لكي أوفر يعني لقمة العيش لي ولأمي، وأوفر الأدوية لجدتي، وأساعد خالي المريض الذي هو الآن في الهند يتعالج. والله دحين لحد الآن إحنا مش عارفين كيف تكلفة العملية حق خالي حلمي بهذا الثمن، ما نقدرش يعني حتى نوفره. ليست الحياة وحدها من ظلمت الطفل الذي تحمل أعباء تفوق قدرته، حيث اشتكى أكثر من مرة من عدم تعاون الكثيرين معه ومحاولة البعض الآخر من السخرية منه، وما يقوم به من صناعة الألعاب بأساليب بدائية وبسيطة، ورغم ذلك لم يتردد عن مواصلة عمله البسيط، حيث يجسد مقولة الحاجة أم الاختراع. إن أنا واجهت صعوبات في عملي، وبدأت أستفيد منه بعض مرات ومرات لا، يوم الحمد لله يوم ما فيش. يأمل يوسف عبد الكريم في المستقبل أن يصنع سيارات بالطاقة النظيفة تكون صديقة للبيئة، على الرغم من أن وضعه الحالي لا يسمح له بالاقتراب من هذا الحلم، إلا أن الأحلام والآمال واستشعار المسؤولية تجعله يمضي قدما في حياته وفي أحلامه. حنين جمال، بلقيس، عدن.